هكذا بدت الحركة في سوق جبة القبة، أحد أكبر أسواق بيع الجملة في حلب. جمود تام يلف السوق المتخصص ببيع السلع والمواد الغذائية نتيجة عدم استقرار أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ما خفض القدرة الشرائية للمواطن وحركة بيع الجملة للتاجر على حد سواء. وضع السوق حاليا، الأوضاع الشرائية للمستهلك كتير ضعيفة حاليا، والأمور في تخبط بالأسعار اللي عم نشتريها من المعامل. صار في ارتفاعات في الأسواق الموجودة هون عنا، ونتيجة هالتقلبات اللي صارت، أسعار الصرف اللي موجودة والإشاعات اللي طلعت كلها صار حاضي ماضي، اللي لازمه 25 قطعة صار بده 50، صار بده 100. محاولات وتدخلات للحكومة السورية بهدف تحسين سعر صرف الليرة السورية جاءت خلال أقل من أسبوع على دخول موجة الغلاء عبر محاربة المحتكرين والمتلاعبين بأسعار الصرف، بالتزامن مع جهود حثيثة لتوفير المواد الغذائية المدعومة بأسعار مناسبة وطرح باقي المواد غير المشمولة بالدعم عبر منافذ البيع التابعة للمؤسسات السورية للتجارة بأسعار مخفضة. نقوم حاليا باستجرار أيضا مادة زيت من الشركات القطاع العام ليصار لطرحها كمان بأسعار مدعومة في صالات سورية للتجارة وبدون بطاقة، هي سيتم بيعها مباشرة للأخ المواطن. توفير المواد الأساسية المدعومة حكوميا وفي مقدمتها الأرز والسكر منع خلق أزمة جديدة كان من شأنها أن تثقل كاهل المواطن السوري أكثر فأكثر، ولا سيما مع اقتراب تطبيق قانون قيصر الأمريكي الذي يترقب الحلبيون دخوله حيز التنفيذ بقلق كبير، وهم الذين عانوا ما عانوه من مرارة الحرب على مدار زهاء 8 أعوام.